وينضم معنا من إسطنبول أحمد رمضان، عضو الائتلاف السوري المعارض. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. بداية، ماذا يعني لكم تصريح سكرتير الأمن القومي الإيراني علي شمخاني برفض خروج القوات الإيرانية من سوريا وانعكاساته على الساحة السورية؟ الموقف الإيراني ليس جديدا في هذا الاتجاه. نعلم جيدا أن إيران لديها مشاريع توسعية سواء في سوريا أو في المنطقة، وتستخدم الإرهاب والفوضى والميليشيات والمرتزقة وكل الأعمال اللامشروعة من أجل تثبيت هذه السياسة الإرهابية المتطرفة. ولذلك هو يحاول الآن أن يوجه رسائل إلى الأطراف المعنية التي تطالب إيران الآن بالخروج من سوريا بأنها تريد أن تبقى وتستوطن. فعليا هي تستخدم الآن سياسة التغيير الديموغرافي من ناحية من خلال عمليات التهجير، وتستخدم أيضا سياسة السيطرة على الأملاك والعقارات من خلال دفع النظام لسن القوانين، وتحاول السيطرة على المخدرات الاقتصادية والثروات السيادية السورية من خلال اتفاقيات تبرمها مع النظام، وتسعى أيضا لجلب المرتزقة وتجنيسهم وتوطينهم في سوريا، وأيضا تغيير الهوية المجتمعية للشعب السوري من خلال كذلك تجنيد الأطفال والضغط على الأسر وأحيانا العوائل الفقيرة من أجل أيضا تحويل معتقداتهم وهويتهم المجتمعية. لذلك نعتبر أن وجود إيران وسياستها داخل سوريا هي الأكثر خطورة الآن بالنسبة لمجتمعاتنا، وهي تمثل الخطر الداهم على سوريا والمنطقة. إلى أي مدى يمكن أن تقبل روسيا والدول الإقليمية بهذا الطرح الإيراني، مع الحديث مؤخرا عن بدء صراع روسي إيراني على مناطق النفوذ في سوريا؟ يعني هناك الآن موقف تقريبا دولي موحد فيما يتعلق برفض السياسة الإيرانية في سوريا وفي المنطقة عموما، باستثناء ربما روسيا وبعض القوى الحليفة لها. لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار عموم المجتمع الدولي، نجد أن هناك رفض لمبدأ الدولة العابرة، الدولة التي تستخدم مقدراتها في زرع الإرهاب والفوضى في المنطقة. لذلك هناك الآن عقوبات تفرض على إيران بشكل مستمر، الآن عقوبات تفرض على الذين يتعاملون أيضا مع إيران. هناك محاصرة لمناطق التواجد الإيراني التي يعني انتشرت في السنوات والعقود الأخيرة. ويدرك الإيرانيون الآن أن المجتمع الدولي لم يعد يقبل تصرفاتهم أو يتساهل بها، يتساهل إزاءها. لذلك هم يحاولون أن يبدوا متشبثين بما حصلوا حتى الآن، ويحاولوا أن يتغلغلوا أكثر فأكثر. نحن لدينا معلومات غاية في الخطورة فيما يتعلق حقيقة بالتمدد الإيراني في سوريا جنوبا، وأيضا في دمشق وريفها، ثم في وسط سوريا، والآن في شرق سوريا من خلال زرع مناطق نفوذ لهم ومحاولة بناء نوع من الطريق المتصل بين إيران فالعراق فسوريا فلبنان. كيف لعب النظام دورا في تسليم سوريا إلى إيران، وكيف ستتعامل أمريكا مع هذا التهديد الإيراني الذي صرح رسميا بمد طريق سريع يربط إيران بسوريا عبر العراق؟ يعني علينا أن نلاحظ أن النظام السوري كان حليفا لإيران منذ البداية، أي منذ عام 1979، وعندما اندلعت الحرب العراقية الإيرانية والغزو الإيراني أيضا للعراق والمنطقة في عام 1980، خرق النظام السوري الإجماع العربي وانحاز إلى إيران إلى جانب حاكم ليبيا. وبالتالي النظام لديه تحالف متجذب مع إيران على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية. عندما جاء بشار الأسد أصبحت العلاقة مختلفة، وهي أكثر اختراقا من قبل إيران. وحقيقة الآن هناك نوع من السيطرة شبه المطلقة على مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن والقيادات العسكرية، وتقوم إيران بتعيين من تريد وتقصي من تريد، وتستطيع الآن أن تستخدم المطارات وتستخدم المرافق الحكومية لحساب الحرس الثوري، سواء لإدخال أي شيء وإخراج ما تريد دون أي تفتيش أو حتى متابعة أو حتى وجود من قبل النظام. وبالتالي نعتبر النظام الآن
هو حالة مختطفة لدى إيران وخاضعا لها، وأعتقد أن أي محاولة عربية لفك الصلة بينهما ستكون صعبة للغاية وهي غير واقعية، بالنظر إلى أن بشار الأسد بعدما مر به من نكسات لم يعد قادر على حماية نفسه، بل هو خاضع لحماية وسيطرة إيرانية. من اسطنبول عضو الائتلاف السوري المعارض أحمد رمضان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.